بنرحب بحضراتكم معانا مرة تانية زي ما ابتدينا حلقتنا وزي ما الكل بيتكلم النهاردة. الخبر الأهم هو تقدم طبعا حكومة دكتور مصطفى مدبولي باستقالتها وتكليف دكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة مع طبعا التكليفات والتوجيهات من الرئيس بخصوص المعايير اللي لازم يتم على أساسها انتقاء الوزراء الجدد وكمان خطة العمل والأهداف المرجو تحقيقها بإذن الله. والحقيقة خلينا أقول أنه رد فعل واسع وكبير من الأحزاب والقوى السياسية يكاد يكون وإحنا بنقرأ البيانات كده أنه الكل متفق على أهمية هذه الخطوة وتوقيتها والترحيب بالأهداف والتكليفات الخاصة بالرئيس وأنها بتمثل أولويات للدولة المصرية في ضوء التحديات الداخلية والخارجية. وبكل تأكيد برضو المشترك ما بين كل البيانات هو أنه في تقدير كبير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي اللي تولت المسؤولية والعبء في ظرف دقيق وصعب وتحديات تحديات مهمة وخطيرة اتعاملوا معاها. فعشان كده يمكن وانا بنختار كده مع حضراتكم بعض البيانات من حزب حماة الوطن اللي وجه الشكر لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي اللي تقدمت باستقالتها النهاردة للرئيس. وقال الحزب انه بالرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة اللي واجهت العالم خلال الفترة الاخيرة الا ان الحكومة اتعاملت باحترافية مع الملفات كافة. وهو ده اللي كان السبب في تخفيف اثار وحدة هذه التداعيات على المواطنين. وقال كمان الحزب بيانه ان اعادة تكليف الرئيس لدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة ده تأكيد على ان الحكومة قامت بواجبها على النحو الامثل. شدد حزب حماة الوطن كمان على ضرورة ان يكون التشكيل الجديد للحكومة مرتكز على عدد من العوامل اللي من شأنها انها تقوي الاقتصاد الوطني علشان يكون اكثر قوة في مواجهة الصدمات، وكمان التركيز على استكمال مسيرة البناء والتنمية في ضوء توجيهات الرئيس نحو الجمهورية الجديدة. ده حزب حماة الوطن. في كمان عندنا تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اللي يعني هي طبعا مشكلة من عدد كبير من الأعضاء من مختلف التوجهات ومختلف الأحزاب وحتى المستقلين، فيعني تركيبة مهمة. وبيانهم النهاردة برضو بيان يعني لازم نقف قدامه بالتأكيد طبعا على أهمية التغيير اللي تم النهاردة والتقدير لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي المستقيلة وتقدير لأدائها وعملها خلال الفترة الصعبة اللي بتمر بيها مصر، وكمان التركيز على يعني المسار اللي هتشتغل عليه الحكومة في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية.